مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية، نزل عندنا تحديث جديد للإنستغرام، التحديث برقم 299. حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها رجاء من كل شخص يدخل على هذا الفيديو أن يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. هذا الفيديو نزلت به ميزات جديدة حبيت أشرح لكم إياها، لكن بعض المعلومات المهمة حتى تحافظ على حسابك. ممنوع استخدام التطبيقات اللي تزيد المتابعين أو تحذف المتابعين، أو أنت نفسك تحذف المتابعين، لأن هذا ممنوع. للأسف تطبيق الإنستغرام راح يحذف حسابك. ممنوع نشر روابط سياسية، أسماء سياسيين للأسف أيضا راح ينحذف حسابك، وممنوع أخذ فيديوهات من التطبيقات الثانية اللي هي تويتر وأيضا من تيك توك، لأنه للأسف حسابك راح ينحذف. والنقطة الأخيرة ممنوع تروج لأي شيء كوبي، لأنه هذه الشركات راح تحذف حسابك 100%. الآن الطريقة الصحيحة للتحديث، صورة صحيحة ببداية راح ندخل على الأبل ستور، ندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى الأسفل، راح تنزل التحديثات النازلة، ونزل عندنا إنستغرام التحديث برقم 299. قبل ما نحدث راح نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، نتأكد التحديث 16.6. بعدها راح ننزل على مساحة التخزين، هاي المساحة الكلية المستخدم 90، الفرق بيناتهم لازم يكون عندك بين 10 و30، أقل من هذا التطبيق راح ينزل خطأ 100%. وطبعا كل ما زادت المساحة، يعني 256 لازم يكون أكثر المساحة غير المستخدمة. بعدها راح أنزل على الإنستغرام، الإنستغرام لو كان عابر 1 جيجا الأفضل أحذفه وأرجع. الآن راح أروح أحدث، وإن شاء الله ما عندي أي مشكلة راح ينزل التحديث 100%، ما بي أي أخطاء. الآن كمل التحديث راح أدخل عليه، هذا حسابي dr_kjl_ed123535. لو دخلنا على اي هايلايت راح تلقي هنا زر براوزر، لو دخلت عليه راح تقدر تحول على الهايلايت الموجوده. هذا اول شيء. والشيء الثاني بالنسبه الى اللايك، كثير عرفوها لكن حبيت انه انشرها لكم. لو دخلت على الريلز وضغطت على اللايك بالوسط، فراح تشاهدون انه اللايك يكبر يكبر كثير كلش كثير. فهذه الميزتين الجديدات، وطبعا كلش يكبر، وهذه الميزتين الجديدات اللي نزلت اخر شيء. اتمنى بنهايه الفيديو استفاديتوا، ادعموا قناتي برلين بعيون عربيه باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمه المانيا، مع السلامه. اي سؤال او استفسار، اي مشكله اكتبوها بالرسائل، انا حاضر. شكرا لكم، مع الف سلامه.